سيطرت الدولة البيزنطية على البحر الأبيض المتوسط من أقصى غربه حتى شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى، لضخامة أسطولها ولإنشائها دور صناعة سفن عديدة في القسطنطينية وعكا والإسكندرية وقرطاج والصقلية، وهو ما جعل الروم يتحكمون في طرق التجارة البحرية. ولكن مع مجيء الإسلام وتكون دولة الخلافة الفتية وبعد انتصارات برية عديدة، بنى المسلمون في عهد الخليفة عثمان بن عفان أول أسطول عسكري بموانئ الشام ومصر لصد الخطر البيزنطي. ومع بداية الجهاد البحري الإسلامي، شعر البيزنطيون بأن وجودهم صار مهددا بعد أن خسروا معارك الأرض. وفي سنة 35 من الهجرة، جمع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين بن هرقل 1000 سفينة للقضاء على الأسطول الإسلامي الناشئ. ولصد العدوان أمر الخليفة عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان بإرسال سفن الشام إلى عبد الله بن أبي السرح بمصر، ثم خرج من مصر لملاقاة الأسطول البيزنطي. دارت معركة ذات الصواري في عرض المتوسط، أظهر فيها الأسطول الإسلامي الفتي الصبر والإيمان وحسن التخطيط. يذكر الباحث الفلسطيني شوقي أبو خليل في كتابه ذات الصواري أن المسلمين جعلوا المعركة برية رغم وجودهم في عرض البحر، إذ اقتربوا من سفن أعدائهم حتى لامسوها، ونزل الفدائيون إلى الماء وربطوا سفن الجيش ببعضها بحبال متينة حتى صارت كأنها قطعة أرض تدور فيها رحى المعركة. وبما أن المسلمين كانوا لا يقهرون في المعارك البرية، فقد مكنتهم هذه الخطة من تجنب التفوق البحري البيزنطي وتحقيق نصر ساحق فاجأ البيزنطيين وقضى على وجودهم في البحر الأبيض المتوسط. تدمير الأسطول البيزنطي فتح المجال أمام الأسطول الإسلامي الفتي لمواصلة فتح جزر قبرص وكريت وكورسيكا وسردينيا وصقلية وجزر البليار، وهيمنوا بعد نصف قرن من هذه المعركة على البحر المتوسط كله تقريباً.